قناة النادي الأهلي كريم أحمد متواجد في مقر الإقامة ومصاحب للبعثة وللفريق بالتأكيد منذ الصباح لمتابعة الاستعدادات قبل الذهاب إلى الاستاد وخوض مباراة وادي دجلة. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا زميلي عزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. محتاجين نطمن منك على استعدادات الفريق، إيه الأشياء اللي أنت رصدتها النهاردة في مقر إقامة الفريق؟ موعد المحاضرة الفنية، هل الجهاز الفني النهاردة عمل محاضرة بعد الفطار ولا المحاضرة الرسمية قبل التحرك إلى الاستاد؟ كل الأجواء والكواليس ضعنا في الصورة كده معاك، وضع كل جماهير النادي الأهلي معاك في الصورة بما تابعته في فندق الإقامة اليوم. يمكن في كالعادة طبعا يا محمد في البداية بنتمنى كل التوفيق النهاردة لنادينا النادي الأهلي وكل اللعيبة، الجهاز الفني يكون موفق النهاردة في اختيار التشكيل، لاعبتنا النهاردة يكون التوفيق معاهم، التركيز كبير جدا في التدريبات الاخيره واخر تدريب كان اتكلمت معاك عليه محمد، طبعا كان تدريب قوي جدا لفريق النادي الاهلي، الراجل يمكن مستر باير كان مركز على الكرات الثابته الكورسات العرضيات، الضغط على الخصم، حاول ان هو يوصل لهم ان لابد يكون في تركيز كبير جدا في اللحظات الاخيره من المباراه مهما كان الوقت الضايع قليل او الوقت الضايع طويل، لابد ان احنا نكون مركزين جدا، لابد ان احنا لن نتلقى اهداف. يمكن نتكلم معاهم كمان سواء في فندق الإقامة أو في تدريب الأمس على فريق دجلة بالتحديد، يمكن قال الفريق في ترتيب تزايل جدول الدوري العام ما عندوش نقاط غير 3 نقاط من 6 مباريات، الأمر ده لابد إن احنا يبقى دافع لينا بشكل كبير جدا إن احنا نستمر في سلسلة الانتصارات. في جمهور النادي الأهلي منتظر منا كتير، فريق الراجل محمد محاضراته كانت مثمرة جدا مع اللاعبين ويمكن بتحفز بشكل كبير جدا كل لاعبي النادي الأهلي. كالعادة طبعا محمد بنكون متواجدين في فندق الإقامة، بنتابع الفريق، بننقل الكواليس الخاصة بشكل حصري على شاشة قناة النادي الأهلي للفريق. النهاردة كالعادة يكون الفطار الصباحي الساعة 10 صباحا، وجبة الغداء كانت الساعة 2:30 ظهرا. المحاضرة الأخيرة طبعا في فندق الإقامة انتهت محمد من مستر رينيه فايلر اللي أكيد حط فيها كل اللمسات الأخيرة والتشكيل الأخير اللي هيقود به النادي الأهلي هذه المباراة. يعني طبعا خلاص يمكن المباراة محمد بتقرب بشكل كبير جدا، ويمكن فصلنا ساعتين عن المباراة، يعني عايزين نقول التشكيل المتوقع وفي نفس الوقت نقدر نقول ان مش هيخرج عن التشكيل اللي خاض بيه مستر رينيه فايلر، محمد هاني ناحيه اليمين، رامي ربيعه، ايمن اشرف، محمود وحيد، الشناوي، افشه، السليه، حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد سليمان، وجونيور اجاي. يمكن ده اللمسه الاخيره اللي احنا شفناها في التدريب الاخير لمستر رينيه فايلر، لكن ممكن يكون في مستجدات بسيطه في اضيق الحدود، ممكن يكون في اي امور من تحرك من فندق الاقامه للوصول الى استاد السلام، لكن ده يكون الاقرب والجاهز للانطلاق لمباراه اليوم اللي ان شاء الله باذن الله يكون كل اللعيبه موفقه، يستمر النادي الاهلي في الاداء، يحرز عدد من الاهداف، وان شاء الله تكون مباراه طيبه من نصيب النادي الاهلي. محمد انا معاك لو في استفسارات. ملاحظ يا كريم ان في امور لوجستيه الجهاز الاداري بيشتغل عليها، ويبدو فكره اختيار اماكن الاقامه الجهاز الاداري والجهاز الفني حريص على التواجد في مقر اقامات قريبه من ملاعب المباريات، سواء استاد السلام في المباريات الافريقيه او استاد القاهره، ايا كانت الملاعب اللي بتستضيف مباريات الاهلي في الفتره الحاليه. ده ظاهر قدامي بالنسبه لي في مكان اقامه الاهلي بالنسبه لمباراه دجله، وان المسافه تكون قريبه من ملعب السلام. بالتاكيد يا محمد، ويمكن دي نقطه مهمه جدا، يمكن كالعاده النادي الاهلي كان بيكون متواجد في احدى المناطق القريبه من المطار، لكن المره دي طبعا مع اختيار الجهاز الفني وتدخل مستر رينيه فايلر بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، متواجدين يا محمد دلوقتي النادي الاهلي في فندق في التجمع الخامس، المسافه قريبه جدا من استاد السلام، يعني عن ان هي بتكون المسافه المحيطه بالمطار ان هي توصل لاستاد السلام دي بتكون يعني فيها زحمه شديده طبعا، بيكون بيكون طبعا مع التامين في سهوله شويه، لكن مع المنطقه السكنيه ومع التمركزات اللي موجوده في هذه المنطقه يمكن بتاخر شويه لعيب النادي الاهلي، لكن مع الفندق الاقامه اللي احنا متواجدين فيه فندق مميز جدا جدا طبعا يليق بيه للنادي الاهلي، وايضا كمان الخطوه ان يكون 25 دقيقه محمد من فندق الاقامه مباشره الى استاد السلام، يمكن الطريق سهل جدا بدون تامين كمان، يعني مع التامين الموضوع هيكون اسهل بشكل كتير، فدي نقطه بتبقى ايجابيه جدا لان اللعيب على طول بتبقى نازله من فندق الاقامه عندها حافز كبير عايزه توصل الملعب وعايزه على طول تغير وتنزل تستمر في الشحن الكبير جدا اللي بيقوم بيه الجهاز الفني، فنقطه اكيد بنحيي عليها الجهاز الفني بشكل كبير جدا لمستر رينيه فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ. زميلي العزيز كريم احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، وده كان شيء لافت للنظر.